يوم العلم هو يوم الفخر، يوم العز، يوم الوطن، هو يوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم والسير بهذا الوطن نحو التنمية والازدهار. وبهذه المناسبة الغالية فإننا نجدد العهد مؤكدين التفاني من أجل رفعة هذا الوطن ورفع علم الإمارات خفاقاً بين سائر الشعوب والأمم في سماء هذا العالم.